Hi guys, now we're gonna today we're gonna make the corn hot dog. So now we're gonna put it in here. We're gonna eat the corn, the hot dog corn, the Korean corn. We're gonna eat it. Look. اليوم غادي يقدم لكم شيف صغير. انا غنقدم لكم مقادير قبل ما نبدا حبيبتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هاد الوصفه زوينه بزاف، كتجي لذيذه وكتعجب الوليدات. هنا غناخذ قرعه او كاس، غادي نوضع فيه 200 ملي ديال الماء، يعني كاس كبير ديال الماء، ونوضع فيه معلقه كبيره ديال الخميره فوريه ومعلقه ديال السكر، وغادي نخليها تفاعل ليا. من بعد ما تفاعلت ليا غادي ناخذ بول وغادي نوضع فيه داك الخليط ديال اللي درنا ديال الماء وديال الخميره وديال السكر بعد ما تفاعل ليا صافي. وغنزيد هنايا بيضه واحده، وضروري تحركوا هذا الخليط باش ينسجم ليكم. هنا كما غتشوفوا غنزيد بيضه، وهنا غتنسبوا واش ما بغيتوا. غادي نضيف الثومه مجففه. هذه الوصفه ديال جاد، ولكن هنا حاول نخدمها ليه باش ما يغلبش عليا هادشي. تقريبا 300 ملي ربع كاس ديال الزيت النباتيه، وبيضه قلت لكم، والثومه مجففه، وكنزيد هنا الملحه، وغنزيد شويه البزار. ولا بغيتو تديروا شي بهارات منسمه ديروها، فاكتفيت انا غير بالثومه المجففه باش يبقى بداك المذاق اللي باغي يحصلوا عليه همايا. صافي كنخلط بحال هكا جيدا. وهنا الدقيق غتبقاو تزيدوا تقريبا، تحطوا حداكم واحد نص كيلو وتبقاو تحطوه. هنا درت معلقه كبيره ديال النشا، اي ديال المايزينا. وهنا الدقيق كتبقاو تزيدوا تضيفوا حتى كتحصلوا على واحد الخليط كما غادي نوريه لكم. يكون خليط شويه ثقيل بحال ديال التيمبوغا باش كنخدموا به. هذا هو الخليط اللي خصكم تحصلوا عليه، يكون ثقيل ومتكاتف باش غيشد لكم فداك الكورني ديالكم. تقريبا كيكم زيدوا واحد نص كيلو ديال الدقيق. صافي هنا جا الدور ديال الجد. هنايا عندنا لا شابلوغ ديال الارز، وعندنا ديال التيمبورا صايبنا، وعندنا الاعواد اللي كنخدموا بهم، وعندنا هنايا الهوت دوك اللي كنقسموه على جوج، كيتباع تقريبا ب 12 درهم. ومره مره هكا الوليدات كندير لهم خاطرهم، لان كيتباع هذا على برا كيلك واحد فشحال كيبيعو، فكتقولي علاش لا نصايبو في الدار الوليدات. صافي هنايا كتاخدي هاد الهوت دوك تقسمها على جوج، ديري نص ديال الهوت دوك والنص ديال الموتزاريلا. انا خديت الموتزاريلا الصغيره هنا، وكتغمسوا هنا مباشره فهاد الخليط ديال التيمبورا اللي صايبنا مع بعضياتنا. انا هنا غندير ليه دوب الكوش، غادي نخشيه بحال هكايا ونعاود نحيدو ونديرو في لاشابلوغ، ونعاود نغمسو ونديرو في لاشابلوغ باش يعطيكم واحد القرمشه اللي شويه متوسطه. اما درتو هكا غتجيكم شويه رقيقه. ويستحسن انكم القرعه اللي خدمت فيها انا هي اللي تخشيو فيها التيمبورا الخليط باش يجيكم زوين. ولدي هنايا شوفوا الدرابو ديال فلسطين، راه ما تيفرقوش، يا اما تيرسموا في يديه. سبحان الله، من نهار اللي بدات هذا الله يسهل عليهم والله ينصرهم يا ربي امين. دائما ولدي كيجي من المدرسه راسمهم ليا يعني العالم ديال فلسطين، وكيدعي معاهم، ولكن كما شفتوا كيديروا في يديه. وهنايا كانت تلقائيه مني بصورته باش نشرح لكم علاش هو دائما مفكرهم ودائما كيبقى يتفرج في الفيديوهات ديالهم. صافي هنا كما قلت لكم راه جات خدام وانا خدامه، انا غنديرو في لاشابلوغ كما قلت لكم، وكنعاود ندير لي نحيدو من لاشابلوغ ونعاود نخشي في التوبورا ونعاود نجيبو لاشابلوغ باش كيعطيكم واحد القرمشه شويه متماسكه شويه غلاده. صافي هنا كما قلت لكم كنخشيوهم كاملين، ومباشره غنمشيو هنايا باش غادي هوت دوغ ليكون. سو فيرست وي نيد هوت دوغ اند تشيز. We're gonna put it in like something like this, and we're gonna put it in something you like, and we put it in there. أو نشف صغير شرح لكم أنه كمل الكورني، وبغاكم تدعمونا بلايك وجيم. وأنا أنا مباشرة قلت لكم بعد ما كنسهليهم مباشرة كنبداو نقليو فيهم. وخليكم على فيديو كما قال ما تنساوش من لايك وتشجيع لي. هنا مباشره صافي كنبداو نقليهم، انا قليتهم غير هنا ماشي في القلايه الغارقه. صافي هنا في الزيت صراحه انا اللي كنقابلهم ليه، لان كنخافوا يتحرق ليا ولا شي حاجه. الله يحفظوا ليا يا ربي من كل شر، ويحفظ لكم وليداتكم يا ربي امين. وهنايا هو كيشجعكم باش ديروه للوليدات ديالكم. جايز هير ذا كرانشي. ودابا غنسمعوا التقرمشه كما قال لكم السجاد قال صحابو بانجليش. شوفوا الفرماج بدا كيتفوندا. يلا دابا بقى لينا غنديروا ليهم الزواق. براو.
هنا كما كتشوفوا الغزالات ذوقناهم بالكيتشوب وبمايونيز، شي حاجه اللي كيبغيوها الوليدات، وصدقوني كيجيو اكثر من رائعه. هنا مره كنبغيو نديرو لهم خاطرهم وندخلوهم معنا الكوزينه، وجات كيعشق حتى هو الكوزينه. كنتمنى تشجيعاتكم لولدي بلايكات ديالكم دعمكم تعليقات زوينه ومحفزه بحالكم، واللي طبقهم وصيفطهم من جد غادي يفرح بزاف ولا شجعتوه وهو غيدوقهم معاكم بانجليزي. We're gonna eat the corn, the hot dog corn, the Korean corn. We're gonna eat it. Look. هنا غنقول لكم السلام عليكم، وشوفوا هنا ملي كيقطعوهم ما تنساوناش من لايك بارطاج.